بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو ده هنشوف هنعمل ازاي نسطب الجهاز نون باك سايت اللي هو نقطة محتلة، والباك سايت معلوم بالنسبة لي مختلف طبعا عن الريسكشن، ونقطتين معلومتين، والنقطة اللي انت واقف عليها مجهولة. هنبدأ ان شاء الله. تخش على جو تو ورك سيت اب، من هنا بنختار طبعا. احنا قلنا لو انا اشتغل على الريسكشن او اي حاجة تاني، احنا شفنا ازاي نشتغل على الريسكشن، المرة دي نشتغل على النون باك سايت. اخترت النون باك سايت او الاوكي. انت لاحظت هنا في الصورة الجانبية بيقول لك ان هو النقطة جاز واقف هنا، والتارجت واقف هناك او البريز، النقطة واقف عليها معلومة، والنقطة الباك سايت معلومة برضو. بقول له اوكي. هنا طبعا بيقول لي الستيشن بوينت فروم، هنا دي مثلا احنا بنخليها على جوب دي. لو انت في حالة انه جبت الجهاز وبيكون على اخر تسطيب وقفت على الستيشن اي دي، بتشتغل على طول بس ما يكونش اي تغيير حصل في الجهاز ده طبعا، واحنا مفضلوش. او مثلا لو في شغل مش دقة عالية وبتيجي تقف نفس الوقفة، مثلا يكون حفر او حاجة، فالدقة مش بتكون عالية يعني، فبيعتمد اخر تسطيب عليه الجهاز وبيشتغل معاك. طبعا احنا مثلا لو فيه انت هتعمل تستخدم الستيشن اي دي او اللاست يوزد ستيشن، لو انت هتستخدم عملت ريسكشن سي ان مثلا، عملت ريسكشن وطلعت البوينت اللي تحت الجهاز اللي كانت معلومه اصبحت اللي كانت مجهوله اصبحت معلومه بالنسبه لك، فبتستخدم لاست ستيشن، يعني لاست يوزد ستيشن اللي هي اخر نقطه مثلا كنت واقف عليه. احنا بنخلي مثلا هنا انتر نيو بوينت جوب، لو انت مثلا نقطه جديده وغيره، انا بنخليها على جوب في العاده ما تتغيرهاش. هنختار الجوب اللي احنا مثلا عليه الثوابت بتاعتنا مثلا نفس الطريقه. البوينت بتاعي البوينت اي دي اللي هو النقطه اللي واقف عليها الجهاز، اللي هي تحت الجهاز اللي انت سميت عليها بالليزر. طبعا احنا قلنا مثلا احنا هنجيب الميه ازاي، قلنا فانكشن اف 12 في الجهاز ده ماشي، ونظبط ميه وبنسامت في ليزر بيظهر، انت ممكن تزود الليزر او تقلله لتحت الجهاز وتسامت النقطه عليه. سامت وظبطت جهازك، بتختار النقطه الستيشن اي دي بتاعك اللي هي البوينت اي دي هنا، وبتقول له مثلا لو النقطه دي او اطلب اي نقطه مثلا من على الجهاز، اي نقطه مثلا تعتبر دي النقطة بتاعتي. ارتفاع الجهاز، لو انا مثلا بدخل ارتفاع الجهاز، او مثلا لو انا النقطة الستيشن اي دي جاية لي مثلا بليفل والباك سايت بليفل، فانا مش في الحالة دي ما بدخلش الليفل. اما لو النقطة اللي تحتي مجهولة الليفل، فبضطر اقيس اجيب متر من النقطة اللي تحت الجهاز وارفع كده على العلامة اللي هي في جنب الجهاز من الناحية دي كده، اللي انت شايفينها كده في نقطة هنا، والمقاس اللي بيطلع لي ادخله هنا. او في طريقة لو انت ما معكش متر هنعرفها بعد ما نجيب المقاس ونرجع نحطه تاني. انا دلوقتي اخترت الستيشن اي دي، بقول له اوكي. بيقول لي الباك سايت بتاعك النقطة الخلفية بتاعتك، طبعا لازم نراعي ارتفاع البريزم او الميني عشان ايه ده ما يدينيش خطا. وقبل كده قلنا لو انت رايح على جهاز لازم تراعي المعامل وكده عشان برضه ما يديلكش خطا في اي حاجه. بنرصد، اول ما بنرصد هو بيقول لي هنا المايه مضروبه. طبعا هنا بيديني، انا دخلت له الباك سايت، فبيديني الدايمنشن بين النقطة اللي انا واقف عليها والباك. لما برصد بقى بيديني هنا الفرق، لو لاحظت هنا ان انا على المسافة غلط فبيرصد بيديني 510. انا طبعا على مسافة برصد على مسافة متر كده، وهنا المسافة او 2 متر تقريبا او متر ونص، فلذلك بيقول لي فرق 510 متر و 60 سنتي. فطبعا هنا لما انا ببدا بشتغل بيديني الفرق
مثلا جزء من الملي او ملي حسب الخطأ في المسافة بين النقطة اللي الستيشن اي دي اللي انا واقف عليه والباك سايت بتاعي. طبعا حسب دقة شغلي لو انا مثلا هقبل بالنتيجة دي مثلا بملي او جزء اجزاء من الملي او كده اقبلها. لما بكون شغال ليفل بتظهر هنا الفرق الدلتا هايت، بيظهر للفرق بين في الخطأ اللي هو في موجود عندي في الارتفاع والانخفاض في الهايت بيظهر هنا. فالنتيجة دي عجبتني بقول له الست، بيقول لي مثلا اوكي، مثلا اقول له ايه تعتمد مثلا المسافة ده، اقول له يس كده اوكي كده. يعتبر الجهاز متسطب معايا وهو عبارة عن توجيه، يعني نون بوكس سايد بياخد توجيه، ما فيش اي انحراف ولا زوايا. زوايا وانحرافات هو الريسكشن، ولكن النون بوكس سايد بياخد توجيه. ممكن انت تديله اي توجيه فبيعتمده زي ما انت اديتوله، وكده يعتبر النون بوكس سايد كده جهاز السطب بوكس سايد معايا. وان شاء الله نشوف في درس تاني نوع التصديق الاورينتيشن.